السلام عليكم، اهلا حبيباتي اخواتي في الله، كراكم دايرين؟ لاباس ان شاء الله، يا ربي تكونوا بخير وبصحه وعافيه يا رب. اليوم نخدمو شاميه بشوكولا، حاجه اللي بها الشوكولا ولادنا هما الاولى يموتوا عليها. حاجه هايله بارده، بنات الشوكولا واقتصاديه، مقادير موجوده في اي دار. شوفوا حاكمه روحها طريه تشهي، ان شاء الله تجربوها وتنجح لكم يا رب. ما تنساونيش حبيباتي الجيم لايك، ربي يجازيكم كل خير. درت نص بكاوكاو افيل محمص ونص بشوكولا، شوكولا البيضاء، ما هي كامل ديال الشوكولا بشوكولا بالحليب. نص درتو بكاوكاو افيل ونص بتزيين شوكولا البيضاء من الفوق. والله غير جات بنينه، تفكركم برمضان. مره نديرو هاد الحوايج تحليات. تبعوا معايا المقادير. بسم الله. مكونات سميد، هذا سميد تشيشه، يجي حرش اللي نفتلو به الطعام، دي ينباع بالميزان في الحانوت. نعبرو زوج كيسان نغربلوهم باش ما يبقاوش ديك الحبيبات. نديرو السيرو يطيب، كاس سكر، زوج كيسان ما، ونحطوهم على النار كي بدي يغلي 10 دقائق، ونطفولو ونضيفولو ثلث كاس تاع ما زهر ولا عطر ما زهر. حطيتو على النار. هنا نجيب كاس اللي عبرت به اللي نبدا به نكمل به. ندير ثلث كاس زيت، قل من نص، ثلث. نزيد عليه ياغورت طبيعي، ونزيد نعمر الكاس بما زهر، يجينا كاس نيشان. هذا ما زهر ولا عطر ما زهر، حاجة اللي عندكم ديروها تولي الدار ريحتها ما زهر ما شاء الله. نخلطوه، نجيبو بغا ميكسور ونطحنو حتى يولي كل مايونيز. وصفة سهلة ما تبات ما والو. السكر انتما تحبو ديرو كاس معمر ديرو، انا ناقص صبع، جاتني حلوه. ونضرب مليح حتى السكر يدوب كامل، تشوفوا كل مايونيز. نديرو وحده 3 دقائق ولا، وصفه سهله. هنا زدت مغرفه فارينه مغربله، وعلى راس المغرفه خميره كيميائيه، والسميد اللي غربلناه زوج كيسان سميد، مغرفة كاكاو مغربل. زيد له ذوق هايل ما شاء الله، خاصة هذه الشوكولا تاع الميزان تجي بنينة. شريو شوكولا بنية ماشي كحلة، هذه البنية. ونخلطو، نشوفو بصباطي دقيقة يتخلط. نجيبو البلا، ندهنوه بشوية زيت، والكوشة راها شاعلة ما تفوتوش 200 درجة. البلا اللي عندكم دهنيه بالزيت بانسو، فوتو عليه كامل. ذكري كنا الشاميه تاع الدبوش نديروها بيتبات، ولازم تتشرب اليوم سهلة، في نص ساعه ديريها تبرد تاكليها. نفرغوه في القالب تاعنا، نسويو له السطح تاعو، سطح الوجه تاعو بسباتي، نمشيوه كامل مع السميد يزيد يشرب دوك تزيد تطلع. دخل الكوشه كي نشوفوها حمرت مع الجوانب، نعاود نشعلو لها من الفوق في اللون، نطيبوها من تحت. هنا سيرو صايف كي كملت 10 دقائق نطفيلو، نزيد له ثلث تاع ما زهر. هذا ما زهر، انا كانت باقيه كميه صغيره نكملها كامل. والشاميه كي نشوفوها حمرت مع الجوانب نطفيو لتحتاني ونشعلو من الفوق، نشوفوها تحمرت مع هي كحله ما تبانش، بصح شويه تبان شويه، تحسوها بلي ساي نشفت. حنا نجيبو شوكولا، انا نستخدم هذه شوكولا تاع الحليب، نقطعي مورسو واحد، هي راه حلوه بزاف ما نكثرش بزاف، هي طرف واحد. هذه شوكولا تاع دادا ما شاء الله، خاصه هذه تاع الحليب خير من الاخرى.
نقطعوها طراف صغار، نزيد نقصها بالموس مليح، نديرها تذوب على حمام مائي. وهنا دوك نوريكم حاجه حبيت نقراها من الفيديو باش تديوها عبره البنات دي صغارات، ما ديروش هاد الزلايف تاع الزاج هادو، ديروا زلايف تاع الفخار. وزيت نص طبسين تاع راكم تشوفوا الطبسي تاع ياغورت ناتور ولا شتوها طرطقت زلافه، خاطر هادو تاع الزاج ما يستحملوش الحمان، خاصه هي كانت حاميه وانا درت ليها ياغورت كان بارد. استخدموا هاد الغرفيات ولا الطباسه كيما هكا تاع الفخار تاع الطين، راه تشوفوني طفيت من تحت ونطلعها الفوق تحمر من الفوق. هذيك فكره ما حبيتش نقراها باش نفيدكم، راك تشوفوا نشفت باينه بلي حمرت من تحت ومن الفوق، الشكل تاعها راه يبين طابت ما شاء الله. السيرو راه بارد والشاميه راه عندنا حاميه، نسقيوها كنت السيرو راه تشرب تشربوا كامل تتولي طريه. ولا بلاصه ياغورت طبيعي ديروا لا كريم فريش مع الشوكولا حتى يجي بنه هايله، ولا شويه زيت جوج مغارف زيت وخلطوه مليح باش نزيدوا، ولا ديروا الشوكولا تاع الطلاء تدهنوها من الفوق. كنت درتها معاكم في رمضان هيك الشوكولا تاع ماكسون، بصح هذه جات هايله. خلوها تتشرب على خاطرها، شوفوا طريها وتتشرب. هذه الشوكولا البيضاء باش نزين منا شويه، عندي كاوكاو افيلي. حنا التزيين يرجع لكم ليك، تحبوا اللوز تحبوا حاجه اللي تزينوا بها تزينوا، نجمو تاكلوها كيما راها ها بنينه. نفرغ الشوكولا اللي ذوبناها، نمشيها على سطح الشاميه، تشوفوا شربت كامل السيرو. هاد الشاميه ينجمو البنات الصغارات يديروها ساهله، الامهات انتم دخلوا الماء في الكوشه وصاي، تدي لا وقت لا والو. خلوها تنشف، هنا درو عليها شويه حاجه اللي كانت تزين نرجع لكم ليكم. عندي شويه كاوكاو افيلي ولا لوز افيلي يكون محمص وبارد، انا حبيت نزين على جهتين، نص درت شوكولا البيضاء ونص درت كاوكاو. خاصة كي نصومو أيام البيض ولا اثنين وخميس ولا تجي قبعتنا الشامية تجي رائعة، تحيتكم في الجنة. نستناوها تجمد ونحل معاكم مرسو، نستناو تبرد والشوكولا تجمد لنا. هنا نقطع لكم مرسو، تشوفوا جات ما شاء الله حاكمه روحها والبنه هايله، خاصه ديك الشوكولا تزيد لها بنه اخرى خير من اللي تجيب لها شوكولا. ان شاء الله تجربوها تفرحوا بها بصحتكم. اللي وصلت معايا حتى لهنا ما تنساليش جيم، ربي يجازيك كل خير. اللي دخلتوا معنا جداد ما تنساوناش اشتراكات، ربي يجازيكم كل خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامه.